وللحديث أكثر عن ملف المعتقلين ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. سيد علي، مرحبا بكم. يعني كما تتابع مطالب برلمانية بحسم ملف المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية، كيف تبعتم هذا المطلب؟ إلى أي مدى يمكن أن ينفذ؟ سيدي الكريم، باختصار، لأن قضية المعتقلين في العراق تخص مكون معين، وهذا أمر معروف لكل العالم، لأنها تمثل مكون معين. نعم. والمعتقلين 98% لم يكن 99% منهم معتقلين على أساس طائفي، أو الغالبية منهم معتقلين على أساس طائفي. لذلك نجد ما تسمى بالحكومة العراقية يعني تتعامل مع ملف المعتقلين تعامل عدائي، وتتجاهل هذا الملف تماما، وتعتبره من آخر أشيائها. ولذلك المشكلة في مشكلة المعتقلين في العراق مشكلة كارثية وتتفاقم يوم بعد يوم. نحن نتحدث عن 200,000 معتقل، نتحدث عن 250,000 مختفي قسرا فقط في بغداد ومحيطها. أتحدى عادل عبد المهدي إن كان رئيس لحكومة عراقية كما يدعي أن يزور سجن واحد من السجون في العراق التي تتبع للوزارات. نعم. أو للحكومة أو للميليشيات. طيب سيد علي، هل ربما للحشد دور في تعطيل الإفراج عن المعتقلين، لا سيما أن الآلاف من المعتقلين الأبرياء يعني يقبعون في سجون خاصة لا تتبع وزارة العدل؟ يا سيدي الكريم، هي هنا المشكلة. لا تستطيع لا لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ولا أعضاء البرلمان ولا حتى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أو رئيس الجمهورية يستطيع زيارة سجن من هذه السجون التي تقع كلها، سواء كانت مرتبطة بوزارة العدل أو غير وزارة أو الداخلية أو غيرها، كلها تقع تحت سطوة وسيطرة الميليشيات. هذا أمر معروف، يعني نحن كلنا نعلم أن وزارة العدل مسيطرة عليها ميليشيا الفضيلة ولا زالت متمسكة بالسجون، ووزارة الداخلية مسيطرة عليها من منظمة بدر، وهكذا. هذه المشكلة هي الحقيقية في العراق، أن هذه السجون لا تخضع لسيطرة الحكومة بكل مسمياتها. أما تصريحات النواب فهذه تصريحات يعني نسمعها بين فينا وأخرى، لكن أنا أعتقد بأنه هؤلاء النواب وهؤلاء المسؤولين الذي يدعون الدفاع عن معتقلين يمثلون مناطقهم وانتخبوا في مناطقهم، الآن أصبحوا أمام مفترق طريق، يعني أما يقفون موقف حقيقي أو على الأقل يقدمون استقالتهم. سيد علي، على ذكر التصريحات دعني لا أغادر هذه النقطة. تصريح لمعاون قائد حشد الأنبار طارق العسل حمل وزارة الداخلية مسؤولية حالات تشابه الأسماء التي تسببت في اعتقال الكثير من الأبرياء. برأيكم لماذا لم تحل هذه الأزمة رغم أنها تسبب اعتقال الآلاف الأبرياء بسبب تشابه الأسماء؟ طبعا سيدي الكريم، السيد طارق العسل يعرف حق المعرفة هذه الأمور، وسبق وأن عمل مديرا لشرطة الأنبار. نعم. ولديه أكثر من 30 تصريح خلال هذه الأشهر الماضية عن حقيقة ما يجري في السجون والاعتقالات وتشابه الأسماء والتغييب القسري وعمليات الاختطاف والانتهاكات. ولذلك أنا أقدر هذا الرجل وأقدر أنه قال الحق في أصعب الأوقات، وأتمنى أن يستمر في على هذا الأمر. لكن للأسف يعني بعد فترة احنا راح نشوف هذا الرجل راح يتعرض أما لعملية اعتقال أو لعملية اغتيال أو لعملية مطاردة أو لاتهام باطل، لأنه هذا الرجل هو الوحيد سواء حين كان في المنصب وبعد أن تم تنحيته من المنصب كمسؤول لشرطة الأنبار ثبت على نفس الموقف. من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق السيد علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.